هل الألم ده بيدل على فاعلية التمرين ولا لا؟ مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن الألام اللي بتكون موجودة في العضلات بعد التمرين. هل الألم ده هو الأساس في تكون الكتلة العضلية؟ او هل ان لما تكون تحس بألم بعد التمرين ده معناه ان التمرين بتاعك كان صح او فعال ولا لا؟ هنجاوب على النقطة دي وعلى نقط مهمة بخصوص الألم وتفاصيل عنها، وليه بتحس بالألم ده بعد التمرين، وايه ازاي نتخلص منه، وامتى هنتخلص منه، وايه النصائح اللي عشان ان انت تساعدك ان انت ما يكونش في ألم بعد التمرين، وهل هو المفروض يكون في ألم ولا لا. اول حاجة هنقولها ايه سبب الالم ده، ليه بيحصل الم بعد التمارين الرياضية. العضلة اللي احنا بنتمرن ليها متكونة من جوه العضلة نفسها عبارة عن الياف فايبرز. الفايبرز دي بيحصل لها تلف في فترة التمرين. الجسم بعد التمرين مع الاكل والانتظام في الاكل بيكون هدفه ان هو يكون الياف جديدة او يقوي الالياف دي عشان تتحمل التمرين، ودي عملية دايما طالما انت بتتمرن الالياف بتتقطع وبيحصل لها تلف، بيحصل لها تجديد تقوى وتزيد حجمها، وبالتالي حجم العضلة بيزيد. الالم بقى بيجي من النقطة دي. فقصة ان الالم بيحصل ليه بسبب نقطة تلف الالياف العضلية. طيب ليه بيكون زيادة عند الناس اللي هي بتتمرن جديد؟ علشان بيكون تغيير في الروتين او الحمل التدريبي اللي مش متعودين عليه الجديد ده، فالعضلة بتكون شبه حاجة جديدة عليها، فبيكون الألم ده عالي فأنت بتحس بيه بشكل كبير، رغم إن بعض الناس المتقدمين أو بيلعبوا فترة كبيرة ممكن يحسوا بالألم ده برضو بعد التمرين. هل ده دليل على إنهم يعني مستواهم بيقل أو بيزيد؟ لا. وده هنقولنا النقطة التانية من السؤال أو موضوع حلقتنا النهاردة، هل الألم ده بيدل على فاعلية التمرين ولا لا؟ مفيش أي دليل بيقول ان الالم بعد التمرين هو الاساس في قصه زياده الكتله العضليه او فائده من التمرين. المعنى ان انت بيحصل لك الم انك بيكون في تغيير في الحمل التدريبي او في روتين التمرين او في روتين حياتك، فمعناه بيحس بالم. بس مع التقدم في التمرين ومع تمرينك المستمر والدائم بيحصل تأقلم مع الجهد او المجهود اللي انت بتبذله في فترة التمرين، فما بيكونش فيه اي الم، او ما بيكونش الالم طبعا زي ما كان في فترة اولية. ده هل معناه ان انت مش بتستفاد؟ لا، بتستفاد زي ما انت طالما بتتمرن بانتظام، طالما بتاكل كويس منتظم في نظامك الغذائي هتلاقي فيه زيادة، بس مش هتلاقي الالم طبعا مع كل الاستمرار بالنظام الغذائي والنظام التدريبي، مش هتلاقي الالم ده زي ما كان. طب الألم ده بيختفي امتى بعد ما يظهر؟ الألم ده بيختفي في فترات بعد استمرارك على التمرين بشكل منتظم. يعني لما تبقى تتمرن اسبوع واثنين وثلاثة هتبدأ الألم ده يبقى مش موجود او مش هتحس بيه. ممكن يكون ألم مش ملحوظ اساسا بالنسبة لك، اللي هو اتعودت على النظام التدريبي ده ومش هتحس بقصة الألم ده بعد التمرين. في برضه نقطة تانية الناس بتسألني عنها، المدة اللي بيستمر فيها الألم دي مفيش إجابة ثابتة ليها، لأنها بتختلف حسب لياقة كل شخص. ممكن توصل معاك لتلات أيام أو أربع أيام خمس أيام أسبوع. الوقت ده بيختلف من شخص للتاني، بيكون حسب التقدم في التمرين. بس عايز أقول لك إن بيكون أول يوم بيبقى أصعب يوم، وبعد كده الموضوع بيقل بالتدريج لحد ما بيبقى شيء عادي. بس في نقطة عايز أقولها للناس الجديدة بالذات في التمرين، لما بتحس بألم لازم تفرق ما بين ألم التمرين العادي اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو ده والألم بتاع الإصابات، عشان ألم الإصابة مختلف عن ألم الشعور بالألم يعني بعد التمرين. فما ينفعش نقول ان ده ألم عادي، في ألم للإصابات لازم تخلي بالك منه كويس جدا. طيب في السؤال اللي بعده، هل ممكن نلعب او نتمرن مع وجود الألم ده؟ الطبيعي ان انت تمشي في نظامك التدريبي او برنامج التدريبي بتاعك زي ما انت. جسمك هيبدأ مع التسخين مع فترة التمرين يقل بالتدريج الألم ده. انت لو انقطعت عن التمرين هيكون الألم ده هو هو.
الافضل كمان مش العادي، الافضل انت تتمرن بشكل منتظم علشان تقلل من مستوى التمرين، لان الجسم هيبدا يتعود على الروتين التدريبي والحمل التدريبي، هيبدا يتخلص من الالم ده فترات اقل بطريقه اسهل. النقطه دي هتنقلنا للنقطه بعدها اللي هي ازاي تعالج الالم ده في الفتره الاولانيه. بص، هو في الغالب مش هتحتاج حاجه كعلاج يعني للالم ده، لانك مع التمرين هتبدا تتعود على الالم ده وجسمك هيبدا يتعود، فمش هتحس بيه يعني، ده بيبقى في فتره اولانيه. لكن في حاله ان انت محتاج ان انت تقلل او تهدي شويه، للناس اللي مش قادره تستحمل كميه الالم، ممكن تكون في ناس مش متقبلها بسهوله، ممكن تستخدم حاجه زي كمادات التلج، بتكون فعاله وبتقلل الالم ده بشكل كبير. تكون بتستخدم بعض انواع الكريمات المخصصه لموضوع الشد العضلي والاجهاد العضلي وتمارين الكريمات المساج، دي كويسه خالص، بتقلل بنسبه كبيره جدا الالم المصاحب للتمرين بالشكل ده. ممكن كمان الحصول على فتره راحه، لازم يكون في برنامج التدريبي بتاعك ده فترات راحه معينه علشان جسمك يبدا يسترجع نشاطه ويبدا يرجع تاني للمستوى العالي بتاعه والالم ده يخف بالتدريج. في ملحوظه كمان عايز اقولها، تمارين التسخين اللي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده دي مهمه جدا، ان هي تقلل في كميه الالم دي وما تخليكش تحس بالالم ده، لان عضلاتك بتبقى متنشنه او فتره التمرين بتكون صعبه شويه لما تبدا تمرينك على طول. لازم تبدا بتمارين التسخين والتمارين الاساسيه، وبرده اتكلمت معاكم في فيديو قبل كده عن تمرين التبريد او الكول داون. المجموعه دي من التدريب هي بتساعدك انك تتخلص من الالم ده بشكل صح، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه تاثير كبير تحس بيه في فترات التمرين بعد وقبل التسخين والتبريد والتمرين الاساسي. بيكون لما تكون المجموعه متكامله معاك في نظامك التدريبي بتقلل القصه دي وما بتحسسكش بالالم ده. خلاصه الموضوع ان احنا في اخر الفيديو هقول لك ان الالم بعد التمرين مش عامل اساسي ومش هو المؤثر في العضلة، ومش هو ده العامل اللي انت تبص عليه وتقول ان هو ده السبب في نموك العضلي. حسيت بالألم ده شيء طبيعي، ما حسيتش عضلاتك هتكبر طالما انت ملتزم بالتمرين، وعضلاتك هتكبر طالما انت ملتزم بالنظام الغذائي. ما تحاولش ان يكون في ألم او مفيش ألم، عشان في ناس بتجيلي تقول لي يا كوتش انا ما حسيتش بأي حاجة بعد التمرين. طالما انت منتظم على نظامك التدريبي ونظام الأكل ومش تلخبط فيهم، عادي ان انت ما تحسش بالالم، العضلات هتكبر وهتعمل كتله عضليه بكل سهوله. يا ريت اكون فدتكم في النقطه دي عشان بتجيلي عليها استفسارات كتيره. ولو عندك اي استفسار بخصوص النقطه دي او غيرها ابعت لي تحت في الكومنتات على الفيديو ده وانا هرد عليك. وما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه بتاعتنا وتتابع الفيديوهات الجايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتتابع معانا. شكرا.